الوايرنج دايجرام او المخطط الكهربائي للسيارة بتاعتي مهم جدا طبعا في اصلاح اي عطل كهربي. هنتكلم النهاردة عن المخطط الكهربي او الوايرنج دايجرام للتويوتا. التويوتا بصفة عامة طبعا هنتكلم عن الوايرنج او الواير ايدنتيفيكيشن اللي هو لون السلك. لو عندي مخطط طبعا كهرباء بيبقى موجود حروف على المخطط بتاعي، الحروف دي معناها لون السلك ايه بالظبط. تمام، عشان نفهم لون السلك طبعا محتاج اعرف كل رمز من دول بيعبر عن ايه. زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا كل حرف بيعبر عن لون السلك، يعني حرف البي بيعبر عن لون اللي هو الاسود اختصار بلاك، لو بي ار بيعبر عن اللون البني اللي هو اختصار براون، جي بيعبر عن اللون الاخضر اللي هو جرين، جي ار اللي هو جراي اللي هو رمادي، الحرف ال بيعبر عن اللون الازرق، يعني لما يكون الاقي حرف ال يبقى السلك ده لونه ازرق. في المخطط طبعا يعني لما اشوف المخطط اعرف ان انا رايح على سلك لونه ازرق. تمام، لو ال جي يبقى اللايت جرين يعني اخضر فاتح. تمام، الواي يعبر عن اللون الاصفر، الاس بي يعبر عن سكاي بلو اللي هو ازرق سماوي. تمام، الاو اللي هو الاورنج اللي هو البرتقال او البرتقالي اللون البرتقاني، البي اللي هو البينك او الروز او الوردي. تمام، اللي هو اللون الاحمر بس فاتح شويه كده، كلنا عارفين اللون الوردي. الار اللي هو الريد اللي هو الاحمر الصريح. تمام، الفي اللي هو الفيوليت اللي هو البنفسجي، الدبليو اللي هو الوايت. طيب طبعا ده لو السلك ساده. طب لو السلك مثلا مخطط او فيه درجتين بلاقي حرفين جنب بعض، الاقي مثلا ال واي ال وجنبها واي، ال معناها اللون الاساسي البلو اللي هو الازرق، والواي معناها ان هو في خط اصفر، يعني السلك كله ازرق ما عدا في خط ايه اصفر.